سلام عليكم، تفضلوا. آه نعم، إنك بالخدمة. سؤالك سؤال. من أين تتصل؟ أيوة أنا شريك. أنا سؤال. من أين تتصل؟ أتصل من اليمن. ما هو اسمك؟ من اليمن. اسمك ماذا؟ عبد الله. يا عبد الله تفضل، ما هو سؤالك؟ من اليمن. عبد الله تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا في اريد، هل يجوز لعن المسلم؟ هل يجوز لعن المسلم اذا كان منافقا وعدوا لله وللرسول صلى الله عليه واله وسلم؟ نعم يجوز. اذا لو سمحت يا شيخ، ان جيت من حديث رسول الله. ماذا؟ اسمع، ان جيت من حديث رسول الله، قال اللهم انصر الاسلام لأحد العمرين، كيف تسبون عمر بن الخطاب وتسبون أبا بكر وتسبون عائشة؟ هذا حديث باطل، هذا حديث باطل، الإسلام أعزه. أنا أريكم ذلك، الجواب على ذلك يأتيكم إن شاء الله. إن الأخ الذي اتصل بنا وقال من اليمن، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. بل هل هذا، ما هو رأيكم في هذا الرواية؟ هذا كتاب السنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، طبع دار الفكر من سنة 1429. هذا كتاب السنة صفحة 45 45، فضل عمر بن السحاب، صفحة رقم الرواية 105. عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. فإن هذا روي عن طريق عبد المالك بن الماجشون، فقال في 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 الهامش حديث عائشة ضعيف، فيه عبد المالك بن الماجشون ومسلم بن خالد الزنجي مختلف فيهما، فالرواية ضعيفة. فكذلك يصرح في سنن الترمذي، هذا كتاب سنن الترمذي، سنن الترمذي طبع دار الفكر في سنة 1429، دار الفكر صفحة 1053، كتاب المناقب، رقم الرواية 3703. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعياذ بالله اللهم عز الإسلام بأبي جهل من ابن هشام أو بعمر بن الخطاب. بل قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في الناصر أبي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه، يروي المناكير. فالحديث هو الناصر ابن أبي عمر، وهو الناصر ابن أبي عمر يروي المناكير. أما ممن صرح إن هذا الحديث كذب هو عالمهم الكبير الطابعي والشهير إكرمة. هذا كتاب الدرر المنتثرة، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة لجلال الدين السيوطي، طبع في بل جامعة الملك سعود في الرياض، في هذا الكتاب لو نراجع صفحة 53
حديث اللهم أيد الإسلام بأحد الأمرين، فقال معاذ الله الإسلام أعز من ذلك، ولكنه قال بل. أصل الرواية هذا اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، وقال صحيح على شرط الشيخين. وذكر أبو بكر التاريخي عن عكرمة أنه سئل عن حديث اللهم أيد الإسلام فقال معاذ الله الإسلام أعز من ذلك، ولكنه قال اللهم عز عمر بالدين أو أبا جهل. بل فهذا هو إنه عكرمة صرح إن الرواية مكذوبة. أما إن عمر بن الخطاب كان من بيت أرذل جدا، من بيت رذيل ومن بيت سخيف جدا، فقد نص عليه بل نفسه، وإنه هو نفسه نص على ذلك. هذا كتاب المستدرك على الصحيحين لحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيشابوري، طبع دار الفكر في سنة 1430، دار الفكر بيروت لبنان. في هذا الكتاب لو نراجع صفحة 160، هذا كتاب صفحة 160 كتاب الإيمان، رقم الرواية 206، عن فلان عن فلان عن فلان يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لاحتجاجهما جميعا بأبواب بأيوب ابن عائذ الطائي وسائر الرواة ولم يخرجه. ويقول نفس الشيء وافقه الذهبي في التلخيص على شرطهم، فالرواية صحيحة على شرط البخاري ومسلم. 206 عن فلان خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن جراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلى خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة يا أمير الفاسقين أنت تفعل هذا؟ تخلو خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بهما المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استرشفوك. فقال عمر أو لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنا كنا أزل قوم فعزنا الله بالإسلام، إنا كنا أزل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما عزنا الله به أذلنا الله. فهذا صريح إن بيت عمر كان من أذل بيت في العرب، وهو اعتراف نفسه، ومما يدل على أن عمر بن الصحاح كان من أذل الناس هو ما جاء في كتبهم، كتب القوم، هذا كتاب المنمق، عفوا المنمق، كتاب المنمق في التاريخ وفي السيرة، كتاب المنمق أخبار قريش لابن حبيب البغدادي، الطبعة الأولى طبع أبي حيدرآباد دكن الهند. في هذا الكتاب لو نراجع صفحة 174 فإنكم سوف تجدون ماذا سبب أن عمر كان من أذل الناس. بلى. بلى هذا صفحة 147 قصة عمر بن الخطاب مع عمارة ابن الوليد عن الواقدي. قال كان عمر بن الخطاب خرج مع عمارة بن الوليد بن مغيرة أجيرا إلى الشام أو إلى اليمن، وكان عمر إمارته رجل بضاخا مطرفا، وقبل ذلك خرج برجل من العرب يقال له صباح فعبث به وألقاه بالطريق، فلما نزل منزلا من الطريق في يوم حار قال عمارة لعمر اصنع لي طعاما، فذبح له عمر شاة فطبخها ثم فرد له خبزة وأفرغ عليه المرقة واللحم، ثم جاء به فقال له أمارة واعتل عليه ليبعث به. فإن هذا يدل أن عمر بن الخطاب كان ماذا يفعل؟ كان خادما يخدم هذا القرشي أمارة بن الوليد، وإنه يأمره اطبخ لي طعما، نعم افعل هذا، وكان خادما يخدم الناس. فهذا لم يكن رجلا عزيزا شريفا من شرفاء القوم، كان مبرطشا دلالا في سوق حمير، يوما ثاني يوم أجير لعمارة بن الوليد، أخذه للخدمته من مكة إلى اليمن،
الطريق بعيد جدا يخدمه، بل ينظف ملابسه، بل يطبخ له طعام، يفرش له الفراش. هذا وقال كان يبعث به، هذا يبعث كان يريد أن يبعث به، هذا أيضا يعني هذا كناية، بعض الأحيان يبعث به هذا كناية إلى الفعل القبيح، احتمال في الطريق فعل بعمر فعل القبيح أيضا، الله أعلم بذلك. ولكن ما هو صريح إن عمر كان الرجل لم يكن سيدا من السادات ولا شريفا من الشرفاء، مبرطش، يوم دلال يوم أجير لعمار بن الوليد، ومن أرض لبيت في قريش، بل ويشرب الخمر، كان من أشرب الناس في الجاهلية كما هذا. هذا كتاب تاريخ المدينة المنورة لابن شبه الجزء الثالث، حققه فهيم محمد شلتوت. في هذا الكتاب لاحظوا صفحة 814، لا لا، عن عبد الله بن عمر أنه كان مع عمر في حج أو أمرة، فبينا نحن نسير إذ نحن براكب متعجل، فقال عمر إني لا أظنه، إني لا أظن هذا يطلبنا، فأنخ له لا بلي، فأنخ لأن شق عليه، فأنخ لا نشق عليه، فأنخنا يعني أنخنا الناقل، وذهب عمر يبول، وجاء الراكب وقال لابن عمر أنت عمر؟ قال لا. قال لقد زعم أهل الماء أن عمر مر آنفا، قال فبال عمر ثم جاء فبكى الرجل، فقال عمر ما يبكيك؟ إن كنت غارما عناك، وإن كنت خائفا آمناك، إلا أن تكون قتلت نفسا، وإن كنت خفت على الجوار قوم حولناك عن مجاورتهم. فقال الرجل لا، ولكن شربت الخمرة وأنا أحد بني تميم، فأخذني أبو موسى فجلدني وسود وجهي وطاف بي في الناس وقال لا تآكلوه ولا تشاربوه ولا تجالسوه، فحدثت نفسي بإحدى ثلاث، إما أن أتخذ سيفا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتي المشركين فآكل معهم وأشرب، وإما أن آتيك فترسلني إلى الشام فإنهم لا يعرفوني. فبكى عمر ثم قال إني كنت من أشرب الناس لها في الجاهلية، إني كنت من أشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنا، وما يسرني أن الرجل لحق بالمشركين وأن لي كذا وكذا. ثم كتب إلى أبي موسى إن فلان ابن فلان التميمي أخبرني بكذا وكذا، وأيم الله لئن عدت لأسودن وجهك وليطاف بك في الناس، فإن أردت أن تعلم أحق ما أقول فعد وأمر الناس فليؤكلوا وليجالسوا. فهذا إنه كان من أشرب الناس، فكيف يمكن رجل من قوم رذيل، هو مبرطش في سوق الحمير، دلال في سوق الحمير، الرجل أجير بل لعمار بن وليد يأمره للطبخ والأمور أمور سافلة جدا، وإن الرجل يشرب الخمر. فهذا الرجل هذا شأنه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بهذا الذليل، بهذا الرجل الدلال. أليس للإسلام عزة؟ لكي يحتاج إلى عزة تحصلها وتكسبها من من؟ من الدلال، دلال سوق الحمير، ومن هذا أرض للناس. أيضا مما رواه القوم في أن عمر كان من أرذل الناس، هذا كتاب العقد الفريد لابن عبد الربه الأندلسي، طبع مكتبة المعارف في الرياض. في هذا الكتاب نراجع إلى الجزء الرابع، هو الجزء الرابع، الجزء الرابع في هذا الكتاب نراجع إلى صفحة 123، عمر بن الخطاب وابن العاص. قال عمر بن الخطاب لعمرو العاص
لما قدم عليه من مصر: لقد سرت سيرة عاشق. قال: والله ما تأبطتني الإماء ولا حملتني البغايا في غبرات المعالي. ما هو غبرات المعالي؟ غبرات المعالي خرق الحيض، خرق الحيض. والله ما تأبطتني الإماء ولا حملتني البغايا في غبرات الأمالي. فهذا صريح بأن أم عمر كان من ماذا؟ كانت من الزانيات، وإنها كانت أم عمر كانت تحمله وتلف عمر حينما كان رضيعا في ماذا؟ في خرق حيضها، وكان يضعها تحت عبتها. اللهم عز الإسلام بهذا؟ بعازة بهذا؟ عجيب هذا. هذا كتاب روض الأنف، الروض الأنف للسهيلي، الروض الأنف في السيرة للسهيلي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية. في هذا الكتاب نراجع المجلد الأول، هذا هو المجلد الأول، هذا هو المجلد الأول في صفحة 379. بالي ذكر ورقة بن نوفل ابن أسد ابن العزة: الزواج من امرأة الأب في جاهلية، الزواج من امرأة الأب في الجاهلية. وأم زيد هي الحيداء بنت الخالد الفهمية، وهي امرأة جده نفيل، ولدت له الخطاب عمر بن الخطاب ابن من؟ ابن نفيل. ولدت له الخطاب، فهو أخو الخطاب لأمه وابن أخيه، فهو أبو أخو الخطاب لأمه وابن أخيه، وكان ذلك مباحا في الجاهلية بشرع متقدم. هذا كذب، كان ذلك مباحا بشرع متقدم. في شرع من؟ في شرع عيسى عليه السلام كان يجوز الزواج مع الأم، النكاح مع الأم. في شرع من؟ موسى عليه السلام. في شرع إبراهيم عليه السلام. هذا كذب، هذا جاءوا بهذا الكلام تسترا على عمر، كان جائزا في شرع متقدم. إذن هذا كلام صريح، إن عمر جدته أم الخطاب تزوج مع ابنه، مع ابنها زيد، زيد. هذا اللهم عز الإسلام بهذا، بهذا. هذا خطاب أخو زيد وعم زيد في بلي في نفس الوقت. هذا شيء عجيب. اللهم عز الإسلام بأحد العمرين. بلي هذا كتاب المعارف لابن قتيبة الدينوري، هذا كتاب معارف تأليف ابن قتيبة الدينوري، طبع مصر القديم. في هذا الكتاب نراجع صفحة 37. هذا صفحة 37. تسمية من خلف على امرأة أبيه بعده. امرأة من فهم كانت تحت نفيل ابن عبد العزى جد عمر ابن الخطاب. امرأة من فهم كانت تحت من؟ كانت تحت نفيل ابن عبد العزى جد عمر بن الخطاب. فتزوجها عمرو ابن نفيل بعد أبيه، فولد له زيدا، فأمه أم الخطاب، وزيد هذا هو أبو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشراء المبشرة. افتهمتم؟ إن أخو عمر تزوج، عفوا إن أخو خطاب تزوج بأم خطاب، إن أخا خطاب زيد تزوج بمن؟ بأم خطاب، وخطاب هو والد عمر.
وهذا جاء في كثير من كتبكم. اللهم أعز هذا بيت هذا شأنه، يتزوجون من أمهاتهم على العلن، يتزوجون مع يزنون بأمهاتهم على العلن علنان، يولدون له أولاد ويسبح من عشرة المبشرة. اللهم أعز الإسلام بهذا، رجل رذيل هذا، ساقط هذا نسبه. اللهم أعز الإسلام بهذا. هذا كتاب الفاروق الصاروق عمر، الصاروق عمر للهيكل محمد حسنين هيكل، الجزء الأول الفاروق عمر. في هذا الكتاب إخواني الأعزاء، وكان عمر كغيره من شبان مكة ورجالها محبا للشراب متوفرا عليها، بل لعله كان أشد من أمثاله ولعا. بماذا؟ بالخمر. كذلك كان له صدر شبابه غرام بالغانيات، جعل الذين يترجمون لمن؟ لعمر بن الخطاب، يجمعون يعني المسألة إجماعية على أنه كان صاحب خمر وصاحب نساء. رجل شارب الخمر، زاني، مبرطج، دلال، من بيت رزيل، جدته تزوجت بعمه على العلن، كان مدة خادما لوليد بن عمارة، كان مدة يحمل الحطب من الجبال. اللهم عز عمر عز الإسلام بهذا. أليس للقرآن عزة؟ الذي ينزل عليه جبريل عليه السلام صباحا ومساء، هو ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من خير نسل وخير نسب، وعمه أبو طالب عليه الصلاة والسلام شيخ الأباطيح سيد أهل مكة، وعمه حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخوه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حجة الله ووجه الله وجمال الله، وأخوه جعفر الطيار سلام الله عليه هو صاحب شرف وصاحب مناقب وصاحب المروة والبلاغة والشجاعة. هذا إذا يشير إلى القمر ينشق شقين. هذا ليس عنده عزة، يحتاج إلى العزة لهذا الرجل بلي المبرطش الدلال، دلال سوق الحمير، يحتاج إلى العزة لكي يعتز به. هذا من عجائب العمرية يا أيها أهل الخرافات. القرآن، القرآن هذا يحتاج إلى دلال سوق الحمير للعزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، ويحتاج إلى العزة لعمر بن السحاك؟ عجيب أنتم يا أيها العمرية.